بسم الله، هنتكلم على مفهوم مهم جدا جدا في البرمجه اسمه الانهيرتنس. الانهيرتنس الوراثه معناها ان عندي كلاس مظبط فيه بعض الخصائص والحاجات وعايز الكلاس التاني يبقى شبهه. في عندي بيرنت كلاس او سوبر كلاس ده الرئيسي، وفي تشايلد كلاس او سب كلاس بورث منه. تمام، ادي البيس كلاس اهو برضو ده اسم، والدريفت كلاس ده اسم تاني. فانا عندي الكلاس اللي لازم هورث منه بيكون اسمه، بنديله كلمه اوبن. خلاص الكلاس اللي انا اللي هيورث بيبقى اللي هيورث بيبقى ليه كولون. تعال نشوف مثال عشان نوضح الفكره كويس جدا، وايه فكره السوبر كلاس والسب كلاس او البيرنت كلاس والتشايلد كلاس او البيز كلاس والدريفت كلاس. كل دي مسميات بديله ما فيهاش اي مشكله. مبدا بتاع الانهيرتنس، انا عملت كلاس وفي شويه فانكشنز في شويه بروبرتيز ودي عامه مثلا، وانا عايز استغلها في فانكشن يعني في كلاس واثنين وثلاثه. فالكلاس بتاعي لازم يكون مفتوح للوراثه، فبنعمل كلمه اوبن. لو انت ما حطيتش كلمه اوبن بيفهم ان ده فاينل كلاس. يعني ايه فاينل كلاس؟ يعني كلاس نهائي ما ينفعش حد يورث ايه؟ يورث منه. خلاص بنسميه كلاس عقيم. يعني ايه كلاس عقيم؟ يعني مش هينفع حد يورث منه ويشتغل عليه. فالاوبن كلاس انا عملت اوبن كلاس سميته بيرسون 1 مثلا. بيرسون انا عندي بيرسون احط فيه شويه حاجات زي النيم زي البيرث ديت زي مش عارف ايه زي ايه، شويه حاجات كده موجوده في اي بيرسون عندي في السيستم. تخيل ان انا لو طبيب هيورث من البيرسون، اتخيل لو انا مثلا ممرض يعني كلاس اسمه ممرض برضه هيبقى، اتخيل ان انا لو امبلوي برضه، لو انا مانجر. فانا هجمع شويه الفانكشنز ديت بالبروبرتيز ديت اللي هي مشتركه ما بين كل البيرسونز واحطها في كلاس اسمه بيرسون مره واحده، وبعد كده اورث منه في كلاسات ثانيه. ايه الميزه؟ لو انا بعد كده رجعت للبيرسون غيرت اي حاجه في الاعدادات او في الفانكشنز او في اي حاجه من الداتا اللي موجوده عندي، الدنيا جميله جدا، هيسمع معايا في كل الكلاسز اللي موجوده ايه الورثه. فانا جيت قمت عامل ايه؟ جيت قمت قايل والله انا الكلاس بتاعي في اتنين بس بروبرتيز للتجربه، النيم والادرس، حطيتهم هما الاثنين انون، وعملت حاجه اسمها جيت انفو. جيت انفورميشن بتقول بتريترن ليك بيقول لك نيم از كذا، اسم الاسم والاسم اسمه فلان. طيب الكلاس الثاني اللي عملته ستودنت سميته ستودنت 1، خد بالك انا عملت اوبن كلاس معناه ان في حد يقدر يورث من الستودنت ما عنديش مشكله. وارث من البيرسون 1، البيرسون 1 دوت بالقوسين بتوعه دول، معناه عملت انيشلايزيشن للبيرسون 1 ونريت على الكونستراكتور بتاعه. عرفت فيه نام كورسز بقى جواه ايه بقى للستودنت؟ بقى جواه النيم والادرس والجيت انفو ومين؟ والنام كورسز. والنام ايه؟ كورسز. عرفت كلاس ثاني اسمه تيتشر 1. تيتشر 1 وارث من الستودنت 1. الله ده كده معناه وارث ايه؟ كل اللي موجود في البيرسون، النيم والادرس والجيت انفو، بلس كل اللي موجود في الستودنت اللي هو زي النيم كورسز، بلس الحاجه اللي هو هيضيفها لايه؟ اللي هيضيفها لنفسه. فعرف فار كورسز، فكده بقى عنده ايه؟ كورسز ونام كورسز، وعنده كمان كل اللي موجود في البيرسون. تمام كده؟ دي كده الايه؟ الثري كلاسز بتاعتي. تعالى بقى ايه؟ نعمل فانكشن اسمها مين؟ هعرف فاريبل اسمه بي 1، وبي 1 جواه بيرسون. فكده هيبقى واصل لمين؟ للنيم از ا بروبرتي، واصل للادرس از ا بروبرتي، واصل للفانكشن اللي اسمها جيت انفو. تمام؟ دول الثلاثه اللي موجودين جوه البيرسون 1، مش هتلاقي غيرهم. بي دوت ما بلاقيش غيرهم. النيم والادرس والايه؟ والجيت انفو، دول الثلاثه ممبرز اللي جوه الكلاس اللي اسمه بيرسون. لو عملت فار ستود 1 وعرفت اوبجكت من الستودنت، فكده المفترض الستودنت يبقى محتوي على ايه؟ على كل اللي موجود جوه البيرسون بلس اللي اتوجد جواه. فعملت ستود 1 دوت نيم وسميته مثلا علي، ما عنديش مشكله، النيم موجود، الادرس طبعا هنلاقيه موجود ان شاء الله، ادي الادرس اهو، قلت ستود 1 دوت ادرس ايكوال، احط اي ادرس مش مشكله، او نو ادرس. تعالى للايه فاضل لمين؟ اللي زادت بقى نام كورسز، عدد الكورسات اللي هو مشترك فيها مثلا 5، ما عنديش مشكله، واقدر ان على جيت انفو فهعملها بس في برنت لاين، هقول له بي اللي هو ستود 1 بقى دوت ايه جيت انفو، يعني هجيب الجيت انفو اللي جوه مين؟ ستود 1. لاحظ ان ستود 1 بقى مليان حاجات، كل اللي كان موجود عنده في البيرسون بلس اللي كان موجود عنده. نفس الكلام في التيتشر، هاجي للتيتشر واعرفه كاوبجكت تيك 1 من التيتشر، وقلت تيك 1 دوت مثلا ايه؟ دوت نيم، ادي دوت جاي اصلا مش من الستودنت اللي هو وارث منه، خد بالك التيتشر كان وارث من الستودنت. طبعا
بس بوريك الحاجات يعني الهيراركي بتاعت الوراثه، يعني حاجه بترث من حاجه بترث من حاجه بترث من حاجه. تيك 1 دوت نيم اللي هو جاي اصلا بالبيرسون، تيك 1 دوت كورسز اللي هي جايه من مين؟ اللي هي جايه من الستودنت، صح ولا لا؟ لا، الكورسز جايه من التيتشر، الكورسز جايه من الايه؟ من التيتشر. وتيك 1 دوت ممكن اجيب نام كورسز اللي جايه من الستودنت. انا بس بحاول انوع لك، لان بقى عنده كل المحتوى اللي موجود جوه البيرسون، عنده كل المحتوى اللي موجود جوه الستودنت، عنده كل المحتوى اللي موجود جواه، كلهم بقى مكونين للايه؟ للتيتشر. فانا بس هعمل برينت لاين تيك 1 دوت جيت انفو. فالمفترض لما اجي اعمل رن دلوقتي هيطلع لي ايه؟ هيطبع لي طبعا الداتا ثلاث مرات. اول واحد نيمز عبد الرحمن، ده من البيرسون، نيمز علي ده من الستودنت، ونيمز اللي بقى الاخير اللي هو جاي من مين؟ جاي من التيتشر. وبكده نكون شفنا فكره الوراثه الانهيرتنس والهيراركي انهيرتنس ماشيه ازاي.